السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة حلقات كبسولات. وأول كبسولة هنبدأ بيها اللي هي حاجة اسمها الخرائط الذهنية. هي المايند مابس. طيب بنعرف الأول يعني إيه خريطة ذهنية. بنقول الخريطة الذهنية هي عملية تلخيص لموضوع معين على شكل أشكال، بحيث إن الموضوع الأساسي اللي هو المين توبيك أو المين أيديا بيكون في الصفحة، وبيطلع أسهم من المين توبيك أو المين أيديا أو المين سبجكت وات إيفر أنت هتسميها إيه، إلى موضوعات فرعية، وكل موضوع فرعي هيطلع منه موضوعات فرعية أخرى، بحيث إن أنت هتحاول تخلي أي موضوع بتفريعاته في ورقة واحدة، بحيث إن أنت لما تشوف الموضوع ده أو لما تشوف الورقة تقدر تتذكر أو تفتكر الموضوع كله، بحيث إن أنت ما تنساش حاجة، ما تبقاش في حاجة مش ظاهرة قدامك. والكلام ده كله قلنا الكلام ده، طب عايزين نطبقه، قلنا هنطبقه وليكن على مثال من الأمثلة، بما إن أنت دخلت على قناة فيزياء بالعربي وفيزياء بخط الإيد، إذا أنت وليكن هنقول إن أو هنفترض أنت بتدرس وليكن فيزيكس، فإحنا هنقول الموضوع الأساسي سي هناخد كورس زي الفيزيكس، وليكن نقول إن كورس الفيزيكس هنقول وليكن يكون الليكتشر، يبقى هنقول دي الليكتشر. طيب الليكتشر أنت محتاج تعرف عنها إيه؟ محتاج تعرف أول حاجة مع الليكتشر، يبقى هنقول إن هي وليكن يوم الأحد الساعة وليكن 9:30. يبقى انت اوريدي لما هتشوف الصفحة دي كل مرة هتبص على ميعاد الليكتشر هتعرف ان هي يوم الاحد الساعة كام؟ الساعة 9:30. طيب حاجة تانية، انت محتاج ايه من الليكتشر؟ محتاج ان انت وليكن تبقى قاعد بصحصح وبتكتب نوتس، يبقى انت قبل ما تروح ليكتشر هتاخد معاك نوت بوك عشان تسجل النوتس. محتاج ايه تاني من الليكتشر؟ اه هنشوف ده في الليكتشر، بينزلها فيديو على اليوتيوب، يبقى انا محتاج اشوف الفيديو سواء كان موجود قبل المحاضره ولا بعد المحاضره. طبعا لو هو موجود قبل المحاضره يفضل اشوفه عشان يبقى انا كده حضرت الموضوع، يبقى انا لما اروح المحاضره هبقى بتابع مع الدكتور وهو بيشرح، وكده هفهم اكتر واقدر استوعب واسال اكتر. طيب هل الفيزيكس فيها ليكتشر فقط؟ لا، ده فيها حاجه كمان اسمها اللابوراتوري اللي هو اللاب. طيب في اللاب ده انا المطلوب مني ايه، او انا اللي انا محتاج اعرفه عن اللاب؟ أول حاجة معاد اللاب هنقول إن هو سين هو منضي وليكن 2:30. طب ده كلام جميل جدا. طيب وإيه تاني محتاج؟ أه إن أنا آخد معايا اللاب نوت، محتاج إن أنا آخد معايا اللاب نوت طبعا نكتب الكلام ده. طيب محتاج إن أنا آخد معايا سين الكالكوليتور، يبقى أكتب الكالكوليتور. طيب إحنا قلنا الكالكوليتور، محتاج سين إن أنا آخد معايا وليكن اللاب كوت، يبقى اخد معايا اللاب كوت. طيب محتاج ان انا احضر التجارب قبل ما اروح، سي ان انا ولكن حسب البوليسي بتاعت اللاب اللي انت هتروح، سي ان انا قايل لك لو حضرت هدي لك درجات بونص، يبقى انا احضر، يبقى اشوف الفيديو. محتاج ان انا اكد على نفسي ان انا في كل لاب انا بشتغل اكسبيرمنت، لابد ان انا اخلص الاكسبيرمنت قبل ما امشي وصححها عشان اخد عليها درجاتي. يبقى كده انا قدرت الخص المطلوب مني في كورس الفيزيكس خلال السمستر اللي انا بدرسه. يبقى كده انا اول ما هبص على الورقه اللي موجود فيها على الخريطه الذهنيه هشوف ان انا الحاجات اللي انا محتاجها. لو انا سي ان انا عندي النهارده ليكتشر، يبقى هبص على الليكتشر هلاقي هي فيها 1 2 3 ثلاث موضوعات محتاج ان انا اركز عليهم. طبعا لو انا هشوف الورقه مش هنسى الموضوعات والتحصيل بتاعي هيكون اكتر. ده بصفه عامه ممكن تعمل الكلام ده في حياتك اليوميه، سي ان انا عايز اعمل مثلا الخريطة الذهنية ليوم دراسي معين، سي ان احنا وليكن هنقول ان هو وليكن ساندي حضرة الساعة 9:30 فيزيكس، يبقى هنقول يبقى 9:30 ده انا عندي فيزيكس، واجي اقول انا محتاج في الفيزيكس الفيديو وليكن ايه تاني، ومحتاج ان ناخد معايا نوت عشان اكتب النوتس اللي بتتقال في المحاضرة. طيب هنكتب أول حاجة الهيستولوجي، ميعاده وليكن 10:30.
ممكن نزود حاجة كمان، المكان room say n1 07 مثلا، معايا نوت. يبقى انا كده وليكن ان انا لخصت الايه او كتبت عملت خريطة ذهنية ليوم الاحد، وليكن في مادة كمان هنضيف المادة ونضيف الحاجات اللي انا محتاج اعرفها. طبعا كل واحد بيحدد الاولويات والحاجات المهمة بالنسبة له بالطريقة اللي تعجبه، والمهم ان انت في النهاية تستفيد من الخريطة الذهنية. طب عايزين نطبق الخريطة الذهنية ده او الخريطة الذهنية على موضوع انا درسته، وليكن هنقول وليكن انا كنت بشرح لك حاجة اسمها الالكتريك فورس. سينا كنت الالكتريك فورس، انا عايز الخص الالكتريك فورس بحيث ان هي تبقى في ورقه واحده، مش محتاجين منها اكتر من كده. طبعا يفضل ان انت تستخدم الوان مختلفه في الكتابه. يبقى هنقول هنطلع من الالكتريك فورس اسهم. الالكتريك فورس انا كنت بشرح لك بقول لك ان انت اي فورس محتاج تعرف عنها كام حاجه، كنت بقول لك محتاج تعرف عنها 3 حاجات. يبقى هنطلع 3 اسهم بالشكل ده كده، وتعمل لي الايه الأشكال دي. طبعا قلنا ممكن أنت تعملها دوائر، ممكن تعملها مربعات، ممكن تعملها زي ما أنت عايز تعمل. تمام، يبقى سي إن إحنا هنطلع الدوائر أو المربعات. المهم إن الموضوع الأساسي في النص، الموضوعات الفرعية هتبقى على الجناب. قلنا أول حاجة كنا محتاجين نعرفها من الإلكتريك فورس، كنت بقول لك محتاج تعرف المغناطيسية. وكنت بقى الماجنتيود دايما بيكون بوزيتيف فاليو، لابد ان هو يطلع بوزيتيف فاليو، لان احنا كنا بنقول ان هو الابسوليوت فاليو. كنا بنقول طب كنا بنحسبه ازاي؟ كنا بنقول ان الاف اي بتساوي كي مضروبه في الكيو 1 مضروبه في الكيو 2 مقسومه على الار سكوير، ونقول الار سكوير هي الديستنس ما بينهم. طبعا لو انت عايز تزود الشكل وتكتب ايه هي الكيو 1 ايه هي الكيو 2 وايه هي الار سكوير، ده كلام جميل ممكن تكتبه. تاني حاجة كنا بنقول محتاجين نعرف الـ point of action. كنت بقول هي دايما النقطة أو الشارج اللي هي بعد كلمة on، هي الـ point of action أو بعد كلمة A. ايضا ايه البوينت اوف اكشن. تالت حاجه كنت محتاج اعرفها الدايركشن. الدايركشن كنت بقول احنا بنحدده بناء على اول حاجه على نوع التشارجز، سي ان هي كانت بالشكل ده قلنا هيحصل بينهم ايه اتراكشن فورس، وسي ان هما كانوا like charges هيحصل بينهم زي ما احنا اتعلمنا repulsive force. كنا بنقول بنستخدم الرول بتاعة الايه الاحداثيات اللي احنا كنا بنقول عليها بالشكل ده كده، اللي هي كنا بنقول ناحية اليمين يبقى بنسميه positive i، ناحية الشمال كنا بنسميه negative i، دي فوق كنا بنسميه لتحت كنا بنسميه negative g. انا قدرت الخص الموضوع اللي هو الالكتريك فورس. ممكن كنت اكتبها على شكل نقط، ولكن احنا قلنا لو احنا كتبناها بالشكل ده هنلاحظ ان الشكل مختلف بالنسبه لك، هيبقى شكل غريب، عقلك هيتذكره بسرعه. هو ليه عده مميزات، عايز تجربه لقيته هو افكتيف ومؤثر معاك هتستخدمه، ما عجبكش عايز تشتغل بالطريقه التقليديه هو مجرد اقتراح مجرد فكره ممكن تجربها وتعجبك.